بالنسبة للمثال الرابع on a f لي x est égal à racine x moins 3 racine carré x moins 3 ربعها toujours في السيري ديال مسيو إبراهيم f لي x est égal à racine x moins 3 هادشي كيعني أنه الدالة f فيها واحد الشرط x ينتمي ل r بحيث ce qui est au-dessous du racine, ça doit être supérieur ou égal à 0. Tel est f, x supérieur ou égal à 3. Yani, tel est f, qui sert oui, l'imagel, θ, tel plus l'infini, θ, d'après la main. المجال 3 بلس الانفيني مول الانفيني هذا المجال ما عندناش لانه صغر من 3 حنا كناخذوا الاعداد في هذه الحاله هذه اللي خرج لنا في المتراجعه اللي كبر من 3 و 3 داخله معهم 3 داخله معهم لانها كاين هنا و ايغال يعني هذا مجموعة التعريف كتبين لنا أنه كاينين جوج نهاية دو ليميت أفون أ إتيدي أون إتيدي لي برونش إنفيني خاصنا ندرسو لي برونش إنفيني ديال بالنسبة للنقطة 3 لي إف لي إكس إتيكال إكس إتيكال باردون هنا هذا التعبير اللي كتبت مصحيحش غادي نكتب التعبير أصح limite x est égal à tend vers 3 de x moins 3 est égal à n'aurons rien maintenant tâche forme indéterminée 3 moins 3 est égal à 0 فهاد الحالة راه ما عندنا حتى شي برونش انفيني اتيدي لانه الحالة اللي كيكون فيها العدد a توجور في الخطاطة ديال سي ابراهيم والدرس ديال سي ابراهيم العدد a كيساوي واحد العدد b ليميت ديالو كتعطينا عدد بي ما كاين حتى شي برونش انفيني اتيدي اصلا هنا راه داخل العدد يعني راه داخل مجموعة ديال التعريف من هنا من الداخل نقدر نتوقع انه ما كاين حتى شي برونش انفيني اتيدي كون عطانا هنا الانفيني كون عطانا الانفيني بلس الانفيني ولا موال الانفيني ديك الساعات نديرو التاويل ديالها سالي اف ادمي اون اسامبتوت هوريزونتال ايكغيك ايتيكال فيرتيكال ليكواسيون او فوازيناج ليكواسيون ديالو بحال الحاله اللي كاينه ولكن هنا راه ما عطاناش هذه الحاله هذه كون عطانا غنديروه ما عطاناش عطانا عدد صحيح طبيعي ما عطاناش لينفين دابا ندرسو ليميت اكس الاخرى النهايه عند المحيط الاخرى قالت لينا هذه حنا دابا كنديرو واحد البغويون اش كندرسو فيه الحالات ندرسو فيه جميع الاسئله اللي قدرت تطيح لينا دابا المشكله الاسئله اللي كطيح في وسط الامتحان الا ما خدمتيش بزاف ديال التمارين تقدر ما تعرفش عليها تجاوب عليها في وسط الامتحان وغادي تغلط يعني باش ما صاوبت التمارين باش ما جاوبت على بزاف ديال الاسئله باش ما حطيت بزاف ديال لي كومباريزون كي كومبارينا قبيله بين هاد ليكواسيون هادي مع ليكواسيون اللي كانت فيها اس اثنان باش ما درنا بزاف ديال لي زيكزومبل باش ما كنتخلصو من الاسئله كنتهناو منها ما كتبرزناش نهار الامتحان نرجعو نصاوبو التمرين ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو x moins 3 est égal plus l'infini moins 3 est égal racine plus l'infini racine plus l'infini ou plus l'infini يعني عطانا l'infini كيساوي l'infini كيساوي l'infini هادشي كيقول لنا اننا خاصنا ندرسو ليميت x عند نفس l'infini دو f لي x على x تساوي ليميت x تقول plus l'infini الجذر x x موان 3 على اكس اش كتساوي هنايا كتساوي لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني نحاولوا نحيدوها بشي طريقه من الطرق من لي تكنيك ديال معالجه ديال تريتمون دي فورم انديتيرميني غيقول لي شي واحد فيكم غيقول لي شي واحد فيكم هنا راه كاين الجذر نديرو المرافق الجذر مع المرافق فاش تكون واحد القيمه ب هنايا كيكون مخرجنا
فاش ما كتكونش قيمة بي هنايا زائد بي ولا ناقص بي باش نديرو المرافق ديالو نضربوه في نفسه في المقام، ممكن نديرو المرافق. هنا ما عندناش، عندنا غير هاد القيمة هادي، يعني راه ما نفكرش في المرافق، ما نمشيش نفكر في المرافق. هنا فين كان غلط، ماشي نقدر نطبق القاعدة بيتمو، عندي الجدر ندير مرافق، عندي الجدر ندير مرافق، راه ماشي ديما مخرجني. اللي مخرجني في هذه الحالة هو التعميل باش نتخلص من الانفيني. اف لي اكس تساوي ليميت اكس تتقول بلس الانفيني الاش، نعملو ما بداخل الجدر. اش عندنا باش نعملو؟ باش نخرجو من الجدر اكس اللي خصنا نتوقعو اننا نخرجوه باش نتخلصو، لانه التعميل باش كيحيد، ديروها في بالكم مزيان، التعميل باش كيحيد ليا الفورم انديتيرميني ضروري يتبعو اختزال، ضروري يتبعو اختزال. في هذه الحالة ديال المقام ضروري التعميل يتبعو اختزال، يعني الا بغيت نختزل خاصني نتوقع انني نخرج من تحت الجدر واحد القيمة كتساوي اكس، باش نخرجها من تحت الجدر خاصها تكون تحت الجدر فيها اكس اس اثنان، خاصها تكون في الجدر اكس اس اثنان، اكس اس اثنان كنعملها مع اش، باش نعملها مع هذه خاصنا نقسم على اكس، يعني الا ضربت اكس اس اثنان في واحد على اكس غادي نرجع هذا الاكس هذا نلقى اكس اس اثنان على اكس، نختزل ب اس اس اثنان اللي في الفوق مع اكس اللي تحت غادي نلقى في هذه الحالة. وبالنسبة للقيمة ثلاثة اكس اس اثنان وكاري على اكس تساوي، هانتوما اللي ما فهمتش هذه نعاود نرجع نشرح. انا بغيت نخرج اكس من تحت هذا باش نختزلو مع هذا، باش نخرجو من تحت هذا خاصو يكون فيه اس اثنان، يعني خاصو يكون معمل باس اثنان، اس اثنان هي عملتها باش نعمل القيمة الاولانية اللي كانت فيها اكس ضروري في كانت فيها غير اكس، ما يمكنش نعملها باس اثنان، ضروري نقسم على واحد اكس، باش الا قسمت على اكس نرجع الحالة البدائية مناش نطلق. كذلك بالنسبة لهذه باش نعملها مع اكس اس اثنان ما عندهاش اكس اس اثنان، خاصني نقسمها على اكس اس اثنان، باش الا نعاود نشرط نرجع الحالة البدائية، يعني غادي في الطريق صحيح. هنا كتساوي ليميت اكس تقول بلس لانفيني الاكس موجبة، علاش موجبة؟ لانه عندي انا مجال موجب هنا، راه ما غاديش نخرج اكس من تحت الجدر سالبة، ما غاديش نحيدها من تحت الاس السالبة، لان راه عندي مجال هنا موجب. انا درست المجموعة ديال التعريف لقيت فيها 3 حتى البلس لانفيني، كون كانت عندي 3 حتى موال لانفيني راه يقدر نقول راه يقدر تكون سالبة هاد اكس اللي خرجت من هنا. باش نتخلصوا من هذا المشكل ديال الاشاره كنخرجوا القيمه الموجبه، القيمه المطلقه لا فالور ابسولو ديال اكس، لا فالور ابسولو ديال اكس الا حيدنا ليها هنا لا فالور ابسولو غتعطينا اون فالور ديجا بوزيتيف، لانها كانت كتنتمي ديجا ابارتيان ان انترفال بوزيتيف، يعني عامل واحد على اكس ناقص 3 على اكس اس 2 الكل على اكس. دابا نختزل بسهوله هذه مع هذه، غتبقى عندي ملي نكملو هنا، يعني غتعطينا ليميت اكس طونفير بلس لانفيني، ليميت اكس طونفير بلس لانفيني دو واحد على اكس موان تخوا سور اكس او كاري، باش نعوضو بلوس لانفيني غتعطينا واحد على بلوس لانفيني موان واحد على بلوس لانفيني، هادي فيها صفر هادي فيها صفر، يعني المجموع غيعطيني صفر ناقص صفر، جذر صفر ناقص صفر هي صفر، جذر صفر هو صفر، جذر صفر هو صفر، يعني غنقول الأستاذ استنتاج اون ديدوي كو اف لي اكس او بيان ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف لي اكس سور اكس ايت ايكال ا زيرو، سيتادير سي ل اف، شوفوا الخطاطة ديال سي ابراهيم، ادمي يقبل اون برونش بارابوليك، فرع شارجامي برونش بارابوليك دو ديريكسيون محور الافاصيل او اكس او وازيناج au voisinage de maintenant plus l'infini plus l'infini وهكذا غادي نكونوا سالينا التاويل ديال المثال الرابع.